المسلمون في أرض الحلب إن شاء الله أمور طيبة. كنا بدأنا الكلام على ديبت وأسانتيسنت وخلصنا السر، رحنا وصلنا عند لما بنبدأ بدورة ثانية. يعني عنده أي سؤال؟ طيب اليوم شو في عندكم محاضرات بعد هاي؟ فارماكولوجي صح؟ اليوم يا شباب أنا لو حاطي محاضرتين باي كيمستري فارماكولوجي بكره بكون عندكم محاضرتين، لذلك إذا بتحبوا ما راح أشرح عليكم كثير، راح أخلص لكم هذا التوبيك، فممكن تخلصوا بساعة، ساعة وعشر دقائق وبكون عندكم فري. بعد تمام؟ ولا بتحبوا محاضرة وسبير ومحاضرة اللي بدكم إياه. شو بحكي؟ هو بريك خمس دقائق بس. لا يا آه يا لا فش. آه بقول له بريك خمس دقائق بس. دقائق فش. تعمل عليها تصوير زي ما بدكم. آه الديموقراطية هاي، يلا نشوف. مين بده أكمل يعني تخلص الموضوع؟ كم سلايد هم يا شباب بقية؟ تقريبا 30 دكتور. يعني بكم ساعة وربع تقريبا بالكثير، بالكثير ساعة وربع. فمين بيفضل ان نعطي الساعة وربع كاملة عن محاضرتين؟ ارفع اليوم لو سمحتوا. اثنين ثلاث اربع خلص. ثبتت الرؤية. يلا. طيب يا شباب. كملخص للعملية ككل اللي شرحناها المرة الماضية اللي هي الفات اسيد سينثيسيس. الفات اسيد سينثيسيس عبارة عن عملية تتم داخل السيتوبلازم. شو اللي بحكم العملية؟ اللي بحكم العملية خلينا نحكي نيدز. اولا خلق ربنا خلق انه هاي الخلايا بتقدر تعمل هذا الكلام وما بتقدرش بناء على وجود او عدم وجود الانزيمز تمام والامكانات. بالنسبه للفاتي اسيد سينثيسيس بيهمني عاملين مهمين، ايش هم؟ اولا يتواجد عندي الاسيد الكو اي بكميه اللي هو البريكيرسر. اثنين الان اي دي بي اتش، فهي بتصير وين؟ في ان اي دي بي اتش، بتصير على اعتبار انه الاسيد الكو اي موجود تمام. هذا اللي بحكم العمليه. فاذا توفروا هذول الاثنين طبعا اساسا بدها تكون في انزيمز يعني، بس هم عادة الـ NADPH بتكون موجودة في الأماكن اللي فيها ريدكشن، اللي الأماكن اللي فيها السينثيسيس كمان. ومصدرهم زي ما حكينا إما الـ PPP بنتوز فوسفيت باثوي أو الماليك أسيد. الماليك أسيد. الماليك إنزيم زي ما شفنا المرة الماضية. وقلنا إنه عملية السينثيسيس تنتهي بإنتاج حامض أميني مكون من كم؟ 16 كربون. تنتهي العملية هون. التصنيع هلا بجوز واحد فيكم يسأل طب لكن بدنا حامض أميني 20 18 في التكملة. بلكي بدنا نحوله من ساتشوريتد لأن ساتشوريتد في تكملة. بس السينثيسيس ازيد ايش ماله؟ فينيشت عند 16 كربون امينو اسيد هو البالميتك اسيد تمام. طيبين العمليه هاي تقوم فيها ايش؟ مجموعه من الانزيمز وهي مكونه من اربع خطوات بس. تتذكروا شو حكيت لكم على الفاتي اسيد حتى يصير له تشغيل او الجلوكوز حتى يصير له تشغيل؟ اكتيفيت. لازم يعمل له اكتيفيشن صح؟ تمام. هلا انا ما بدي اشتغل في الفاتي اسيد، انا بدي اصنع الفاتي اسيد. إذا البريكيرسر تبعه كمان لازم يكون ايش؟ اكتيفيتد. فشو البريكيرسر تبعنا؟ الاسيتيل كو اي. الاسيتيل كو اي لوحده لا يكفي، بدنا معه عامل ثاني بننتجه من الاسيتيل كو اي اللي هو مين؟ مالك اسيد. المالونيل كو اي. لاحظوا كلها كو اي. تمام؟ الانزيم اللي بيكون بعمليه السنتز هو عباره عن كومبلكس انزيم مكون من 7 دومينز، يعني كانهم 7 انزيمز مع بعض من بعض. في وسطهم في عندك ذراع ناقل، شفتوا الوش لما نبدا العمارات العاليه مش في رافعه بتنقل الاغراض من مكان لمكان صح؟ نفس الشيء في وسط هذا الانزيم عندي ذراع ناقله بتنقل هالمركب من دومين لدومين تمام. طيبين تتم عمليه التصنيع اولا بانتاج المالونيل كو اي. لازم انتاج المالونيل كو اي. في عندي الاي سي سي انزيم. الاي سي سي انزيم له اسيتيل كو اي ايش اسمه؟ كاربوكسيليز. انا بلخص لكم اللي صار المره الماضيه يعني. الكاربوكسيليز هذا بحول الاسيتيل كو اي الى مالونيل كو اي. وسبق شرحنا عن المالونيل كو اي شو بيعمل؟ بوقف البيتا اوكسيديشن عشان يستمر من السنتيسيس او ما الى ذلك تمام. هلا الانزيم زي ما حكينا حتى تتم عمليه التصنيع، عمليه التصنيع تتكون من اربع خطوات اساسيه هي ايش؟ كوندنسيشن ريدكشن ديهايدريشن ريدكشن تمام. نفس البيتا سنتيسيس في اربع خطوات، هنا في اربعه في السنتيسيس بعكس البيتا اوكسيديشن مع اختلاف الانزيم طبعا. هذا الاي سي سي الاي سي بي اللي هو الناقل، الذراع الناقل زي ما حكينا هو عباره عن بروتين ومعه ذراع، هاي ذراع فيها بنتافاليك اسيد وفي في اخرها لاحظوا اس اتش. واضح ولا مش واضح؟ اها نحاول نكبر شوي. بس 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 فوق صح؟ هاي الاس
مسج من عندها شباب. كل عمليات السنتيسز والنقل من خطوه الى خطوه يجب ان تتم من خلال ثيو ستار لينكج يعني على اس اتش تمام. فاللي بصير عندي اول خطوه هذا الانزيم مكون من 7 دومينز نفترض. بيجي الاي سي بي هذا الذراع الناقل بيمسك جزيء اسيتيل كو اي للسيتوبلازم طبعا. وين بياخذه؟ بيحمله بروح بيركبه على الدومين الاول. الدومين الاول يعني اللي هو اول انزيم يحتوي على الاكتف سايت تبعه في عنده 16 امينو اسيد. 16 شوفي في الار جروب تبعه اس اتش عنده اس اتش. فبيربط الاسيتيل كو اي على الاس اتش تبعت الانزيم وبضل بيرجع الذراع ايش ماله فاضي. شو بيعمل؟ بروح بمسك جزء ايش؟ ملونيل كو اي. اذا في التصنيع انا بستخدم جزء اسيتيل كو اي مره واحده كاسيتيل كو اي، ولكن في التصنيع بستخدم الملونيل كو اي. تمام يا شباب؟ الملونيل كو اي هلا بيجيب الاي سي دي، اذا هم بنسميها تشارجينج. عملنا شحن لمين؟ للانزيم اللي هو الكومبلكس. الدومين الاول مسك اسيتيل كو اي والدومين الثاني مسك مين؟ ملونيل كو اي. هلا بتبدا عمليه التصنيع بالخطوات الاربعه. تمام؟ تمام يا شباب؟ الخطوة الأولى كوندنسيشن، كون مركب ايش؟ مكون من أربع كربونات، طبعا بصير في هنا، بمجرد ما يرتبطوا الملن الكو اي مع الأسيد الكو اي، أول عملية بتصير ايش يا شباب؟ ديكربوكسيليشن، نطلع مجموعة الكربوكسيل اللي بتكون برا، تمام؟ فبصفي عندي أربع كربونات، هلا بدنا نحاول الأربع كربونات نشكلهم حتى يعطوني ايش؟ هيدروكربون تيل، يعني سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2، مش هيك تركيب الحمض الدهني؟ فنفس الشيء، فبنعمل اربع خطوات، اول شيء كوندنسيشن ربطنا اثنين مع بعض صار اربع كربونات، بنعمل ريدكشن، لما تعمل ريدكشن يعني انت بتضيف ايش؟ اتشات بروتونز، من بدك تجيبهم حكينا من الان اي دي في اتش، تمام يا شباب؟ هلا لما اضفنا هون احنا الاسيت الكو اي مع الملل الكو اي لاحظوا في عندك سي دبل بوند او سي دبل بوند او في المركب، يعني زي ما حكينا كيميائيا انستيبل بيكون صح؟ فعلى طول عملنا له ايش؟ ريدكشن، اعطيناهم الاتش كسرنا الدبل بوند هاي حولناها لمين؟ لالكحول. حولناه الى الكحول، تمام؟ هي صار عليه او اتش. الخطوه اللي بعدها بدنا نتخلص من الالكحول هاي، صح؟ فبنعمل ريدكشن ثاني، شو بنعمل؟ وين رحنا؟ بسم الله. هاي الخطوه الثانيه اسف مكرره، تمام؟ الخطوه اللي بعدها ايش بنعمل؟ حكينا دي هايدريشن. بدنا نسحب جزء الماء لانه ما في لانه اصلا كيف بده يكون حامض دهني وفيه ماء؟ ما هو ما فيه ماء اصلا، هو نان بولر صح ولا لا؟ فسحبنا جزء الماء طلعنا برا، صار في عندك ايش؟ دبل بوند ايش مالها؟ الترانس بين الكربون اللي راح تكون عندي ايش؟ الفا وبيتا، تمام؟ الفا وبيتا لانه هي راح تكون كربوكسيليك جروب صح؟ فبين الفا وبيتا، طبعا احنا بنعرف الاحماض الدهنيه بالاساس اللي تنتج ساتشوريتد، لا ينتج عندنا انساتشوريتد مبدئيا، بننتج ساتشوريتد بعدين بنحوله لانساتشوريتد، تمام؟ بنعمل تعديل، تمام طيبين؟ فبالخطوة الرابعة نتخلص من مين؟ من الترانس، اوكي بايش؟ بالريدكشن الثاني بنستخدم كمان جزيء من اي دي بي اتش، إذا لكل كربونتين بدي أضيفهم، إذا الإضافة تكون كربونتين كربونتين بستخدم 2 ان اي دي بي اتش، واضح يا طيبين؟ فبيطلع عندك صار أربع كربونات، الأربع كربونات هذول أيوة سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي دبل بوند، هذا عبارة عن حامض دهني مكون من أربع كربونات اللي هو الشورت تشين أمينو أسيد، صح ولا لا؟ تشيل فك الاس اتش بتطلع اتش هون او خلص خلصنا الى اخره. هلا هذه بدنا نبدا دوره ثانيه نضيف كمان كربونتين وكمان كربونتين، شو اللي بصير؟ اول خطوه هون في الدوره الثانيه هذا الذراع لاحظوا شو راح يعمل يا شباب؟ بياخذ هاي الاربع كربونات بيرجعها على الدومين الاول. واضح؟ بروح يسلمها للدومين الاول، ليش؟ عشان هو يروح يجيب مرمي الكويت. فهمتوا كيف؟ هذول الاربع كربونات راح ينتقلوا يرتبطوا هنا على الاس اتش هاي، بصير الذراع فاضي، لما بصير الذراع فاضي ايش بيعمل؟ بروح بيمسك جزئين من الكو اي وبعيد الاربع خطوات وهكذا. تمام يا طيبين؟ هذا بس شكل الانزيم. العمليه بتوقف لما يصير عدد الكربونات 16، حكيت لك البارميتك اسيد بصير هناك عندنا خطوه اخيره، تمام يا شباب؟ واضح اللي بنحكيه؟ في اي سؤال؟ شايفين الاس اي بي بترجع بتسلمهم للاتش اس هاي وبعدين بروحوا بجيب مرن الكو اي ثاني بتوضح العمليه وين راح. هي بس نحط بصور يعني مش اكثر ولا اقل، حكيت كل اللي انا بدي احكيه. هاي في الخطوه الخامسه ذا بيوتيريل بيوتي صح؟ بيوتيريل اربعه هذا هو اللي هو اربعه من اسمه، تمام؟ بنروح بنعمله لمين؟ البيتا كيتو اسيد اي سي بي بيحمله هنا على تي اس اللي هو ده الدومين الاول. طبعا انا مش طلبتش منكم اسماء الدومينز ولا الانزيمز، تمام؟ الا اللي مكتوب بس. الخطوه الثانيه ريتشارجنج اي سي بي، الاي سي بي لما صار فاضي راح مسك ايش يا شباب؟ جزء من الكو اي ثاني.
باي لينكج انذر مالين الكوي جروب تو ذا صح انكر اللي هو ايش الاوكيوبايد فوسفوبرتين هي الذراع تبعته هاي هذا هذا اللي بيعبر عن الذراع تبع الاي سي اوكي مسك مالين الكوي في عندك اربعه تلاحظوا الله يرضى عليكم 1 2 3 4 سلمهم لاول دومين بروح هو بيجيب ايش بيجيب مالين الكوي ثاني وبيضيفهم وبنعيد الاربع خطوات نفسهم في الاخر بنتهي بكم كربونه يا طيبين 6 وبعدين 8 10 12 14 لعند 16 لعند 16 الله يعطيك العافيه هذه قدره الانزيم ثالث نقطه وبطلع عندك البالميتيك اسيد او البالميتيك كوين تمام يا طيبين نفس الخطوات بعدين ما في حكي اوكي هاي كاربونز سي 16 اند سي 15 اوكي اوف ذا بالميتيك ار ديرايفد فروم ذا ميثيل اند كاربوكسيل اتومز اللي هم جايين ريسبكتيفلي من الطحال الثيوستيريز هو الانزيم اخر شيء اخر دومين ثيوستيريز هايدرولايز ثيوستر لينكج بين البالميتيل كوي اند اي سي بي اخر شيء بيكون الذراع ماسك ال 16 كربونه بدل ما يرجعهم من الدومين الاول ايش بيعمل؟ بيجي الثيوستيريز وبقطع الرابطه وبقطع البالميتيك اسيد برا از فاتي اسيد وبرجع الانزيم من جديد عشان يصنع جزء ثاني وثالث ورابع وهكذا واضح يا طيبين؟ إذن الستايكيمستري اوف سنتيسز بالميتيت البالميتيت لاحظوا شو مكتوب هنا شو معنى هاي العلامه يا شباب هاي 16 كربون وصفر هذا ساتوريتد فاتي اسيد من 16 مكون من 16 كربون تمام هلا شو كلفنا تصنيعه خلينا نشوف مع بعض كلفنا 7 اسيتيل كو اي ايش مالهم طبعا هو 16 كربون بده يكلفني كم اسيتيل كو اي كم 8 16 كربون ولكن الثمانيه كيف استخدامهم الاول اسيتيل كوي والسبعه الثانيين ايش؟ مالين كوي اذا اول خطوه لازم اعملها ايش يا شباب؟ طبعا اول خطوه يا شباب يا طيبين اخذناها حكيناها المره الماضيه لازم وين يصنع الاسيتيل كوي صحيح؟ نسينا نحكيها قبل شوي بالميتو يصنع في الميتوكوندريا عشان البيتا اوكسيديشن في الميتوكوندريا والبايوفيت بتحول الاسيتيل كوي للميتوكوندريا صح؟ طب والسنتسيس للفاتي اسيد وين بصير؟ السيتوبلازم اذا اول خطوه لازم ايش؟ الشتل اعمل شتلنج نقل لمين؟ للاسيتيل كوي من داخل الميتوكوندريا الى السيتوبلازم هاي العمليه بتكلفني 2 اي تي بيز كل جزء اسيتيل كوي بتطلع من الميتوكوندريا للسيتوبلازم سالك كم؟ بدنا اياه رقم هذا مش حكيت بعبث 2 اي تي بيز تمام؟ ولما احوله من اسيتيل كوي الى مالينيل كوي بالكربوكسيليشن دائما الكربوكسيليشن ايش بدها؟ another ATP مع بوجود البايوتين كمان as co-factor اذا صفت بدي كم ايش 3 ATPs طب لو هذا 16 كم ATP بدي استهلك عشان انتج هذا 16 كربونه فات اسيد الاصل انهم كم 8 في 3 ماكو يا ناقص واحد تبع ال صح تبع الاسيتيل 8 في 3 مزبوط 24 بس هو العدد 23 ليش عشان الاسيتيل كوي الاولى ما بتتحول لمالولا لانه اول اسيد الكوي ما بحوله لمالين الكوي فما استهلكناش اي تي بي واضح لذلك هاي الرقم مكتوب لك هنا هو 23 اي تي بي وين راح مكتوب في مكان ما دور تحت اخر واحده نازل نتفت ايوه هي بدور على بعض عرفتوا منين اجى رقم 23 عندكم 8 اسيد الكوي طلعوا من الميتوكوندريا لمين؟ للسيتوبلازم للسيتوبلازم كم كلفوني هذول؟ 8 في 2 16 16 اي تي بي 7 منهم حولتهم لايش؟ لمالين الكوي كل جزيء يكلفني 1 اي تي بي 7 زائد 16 23 ليش مش 24 لانه اول جزيء اسيت الكوي بستخدمه از اس ما بحوله لمن الكوي واضح يا طيبين مره ثانيه 7 اسيت الكوي ار كاربوكسيليتد تو 7 مالين الكوي زي ما انتم شايفين هنا بستهلك فيهم كم 7 اي تي بي تمام ال 7 سايكلز كوندنسيشن بما انه 16 كم سايكل بيحتاج 8 8 ليش 8 لانه انا اول سايكل بربط 4 صح بعدين بضيف 2 2 2 ثانية ثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة سبعة بيطلعوا 7 سايكلز بينتجوا لي حمض أمين مكون من كم؟ من 16 كربون تمام يا شباب؟ فبحتاج 7 أسيد الكوي بحولهم ل 7 مانول الكوي بستهلك فيهم كم يا شباب؟ 7 اي تي بي وبطلع عندي 7 سي او 2 تمام يا شباب؟ واضح؟ كلير؟ طبعا والريزلت يعني زي ما انتم بتعرفوا الاي تي بي والأورجانيك فوسفيت الاسيت الكوي اذا اول جزء اسيت الكوي بستخدمه ازيتس وسبعه مالون الكوي كم ان اي دي بي ايش بحتاج؟ ضرب 2 لانه حكينا في التفاعل الثاني والرابع ولا اي تفاعل ايه؟ في ريدكشن وريدكشن
صح؟ فبدي جزئين تو ان دي بي اتش، فالناتج عندك ايش؟ بالميتيت او بالميتيك اسيد اللي هو 16 كربونه 7 سي او 2 لانه 7 صار لهم ديكربوكسيليشن 8 اسيد الكوي. ليش 8 اسيد الكوي؟ لانه اول جزء اسيد الكوي عنده كوي و7 من الكوي، فالكوي طلعوا 8 تمام يا شباب، و14 ان دي بي بلس اتش بلس، والووتر مش مشكله تمام. طيبين في حد عنده اي سؤال في الايوكاريوتس؟ يعني احنا منهم طبعا. الاسيتال كويز ترانسبورتد انتو ذا سيتوسول وذ كوست اوف وات 280 اللي حكيناها قبل شوي في الشاتلينج. الشاتلينج له تو سيستمز مشروحين سابقا، ترجعوا لهم ان شاء الله. اوكي واضح؟ هاي اللي شرحت لكم اياها قبل شوي اللي هو كيف الحسبه اجت 23 هي مكتوبه بهذا العباره. اوكي طيبين، يعني عندكم اي سؤال؟ واضحه العمليه؟ ان شاء الله. البايسنسيتيف فاتي اسيد ريكويرز اسيتال كوي اند تو فورمز اوف كيميكال انرجي، بيستخدم نوعين من الطاقه اللي هم ايش يا شباب؟ بايسنسيتيف فاتي اسيد ريكويرز، عندك الاسيد الكوي اللي هو البيرنت، خلينا نحكي عن البريكيرسر، وذي جروب ترانسفير بوتنشال اي تي بي تو ميك مارين الكوي، بيستخدم كمان اي تي بي، وايش كمان؟ النوع الثاني من الطاقه مين هو؟ ان اي دي بي اتش ريديوسينج باور اللي جاي من الان اي دي بي اتش، اذا بيستخدم اي تي بي وريديوسينج باور من الان اي دي بي اتش، تمام؟ بالاضافه لمين؟ للاسيد الكوي. هذول هم المواد الثلاثة اللي لازم اجيبهم عشان اقدر اصنع فاتي اسيد، تمام يا شباب؟ في اي سؤال؟ طيب ذي ماميليان فاتي اسيد سينثيز، هذا الانزيم اللي هو الفاتي اسيد سينثيز اللي هو بصنع هذا الفاتي اسيد، هاز مالتيبل اكتف سايت زي ما حكينا اتس اوت ذا انترميديت ريمينز. تتذكر شو حكينا الفصل الماضي؟ شو الغايه من اني اعمل كومبلكس انزيم اجمع كذا انزيم مكان واحد؟ لما شرحنا مصنع سيارات اسرع، لما يكون كل مصنع في جهه بنجمعهم كلهم في مكان واحد بسمي العمليه تشانلينج. شو يعني تشانلينج يا شباب؟ من فائدتها انه الانترميديتس ما بتطلع نوت ريليز، ما بتطلع في السيتوبلازم، ما بتطلع في الكومبارتمنتس اوف ذا سيل، بتضل وين؟ ممسوكه. فالمصنع الاول خلص بسلمها دايركت لمين؟ للثاني للثالث. فانا بدخل من هون رو ماتيريال وبطلع من هون ايش؟ فاينل برودكت. فهي الفائده العظيمه للتشانلينج. الشغله الثانيه ايش حكينا؟ هذا كله حكينا الفصل الماضي. اسرع اسرع تمام. لا في فائده ثالثه، ما بيصير موديفيكيشن على الانترميديت، نتخلص من انه ممكن يكون في عندنا اي لوس اي توكسيك ماتيريالز. بس كمان فيها ثانيه واحده اخرى اللي هي ايش؟ الريجوليشن. انت لما يكون عندك سبع مصانع، السبع مصانع بدك تعمل سبع نقاط ريجوليشن فيهم مزبوط، وتشغل عليها عمال وانزيمز والذي منهم. بينما انت لما يكون عندك جمعتهم مع بعض اعمل ريجوليشن في نقطه واحده وقفت كل العمليه، مزبوط صح ولا لا؟ الله يرضى عليك. بدي اصنع سياره، مصنع العجال سكرناه، في سياره خلص مش على سبيل المثال. اذا الانترميديتس ريمينز كوفالنت، لاحظوا كلها اتاتش كوفالنت بوندنج، لانه اس اتش ار ثيوستر اس ثيوستر تو ون اوف ذا تو ثيولز جروبس. حكينا الثيول الاولى موجوده على الاس سيستي اللي على الدومين الاول، والاس اتش الموجود على الاي سي بي اللي هو الكارير بروتين، تمام يا شباب؟ دي اس اتش جروب سيستين حكينا، واللي موجوده على الاس ال كارير بروتين، تمام يا طيبين؟ هذا الحكي يعني كله انا شرحته، بس يعني برجع بقرا السلايدز بس معك. هلا هنا السينثيسيز فروم بالميتيت. هلا انا مش صنعت انا هذا الحامض الاميني 16، طب الخليه بدها مثلا حامض اميني 18 وبدها ساتوريتد تحول لانساتوريتد، بتقدر الخليه تعمل؟ بدنا نشوف كيف هي العمليه. خليكم معي. اذا اللونج تشين ساتوريتد فاتي اسيدز ار سينثيسايد فروم بالميتيت. اذا هون بصير عندي للاطاله الفادر هو البالميتيت، هو اللي بدي ابدا من عنده. اوكي البالميتيت كان بي لينكدن تو لونجر تشين فاتي اسيدز، يعتبر هو البريكيرسر هنا. شو بدي يا شباب؟ الالونجيشن سيستم ان دي وين بصير؟ ان دي سموث اندوبلازميك ريتيكولم مع الميتوكوندريا. ايتش الونجيشن لاحظوا لما بدي اطول الاحماض الدهنيه كمان باضافه ايش؟ تو كاربونز. ومن وين بجيب التو كاربونز يا شباب؟ من الاسيتيل كوي. وضحت شو بحكي؟ مين بيقوم بالعمليه؟ سبيسيفيك انزيمز بنسميهم الونجيزز، بدون ما ندخل بتفاصيلهم الونجيزز، تمام؟ معي شو بحكي؟ الونجيزز هم اللي بيعملوا هذا الكلام. شو الحامض الاميني اذا بضيف كربون تيب؟ تكون حامض اميني مكون من 16 كربون وهو ساتوريتد. شو اسمه؟ 18 ستيريت 18 اسف، ال 16 حولناه ل زائد 2 18 ستيريت. اوكي يا شباب؟ هاي الخطوه. الخطوه الثانيه اذا انا بدي احول الى دي ساتوريتد، بدي احول من ساتوريتد الى ايش؟ الى ان ساتوريتد، الى ان ساتوريتد فات اسيدز اللي هو ايش؟ اللي بنيا اللي هو فيه دبل بوند. اذا عندي انزيمز لازم تكون ايش؟ بتقدر تضيف ايش؟ الدبل بوندز.
desaturases. إذا في عندي elongases في desaturases. الelongases بتطول البارميتات 16 ل 18 ممكن ل 20 بدنا. في الإطالة لاحظوا إيش حكينا بدنا؟ نضيف كربونتين في المرة الواحدة ومين اللي بالكبسر تبعهم؟ بارميتات. ونفس المبدأ في الأربع خطوات. واضح طيبين؟ في عملية الديساتوريشن هي تحويله من ساتوريتد إلى أنساتوريتد بحتاج إلى مجموعة أخرى من الإنزيم اسمهم ديساتوريزز. ديساتوريزز تمام طيبين؟ شو يعني بنعمل؟ وي انتروديوس دبل بوند. بدنا نحط دبل بوند واحدة اثنتين أو أكثر حسب الحاجة. تمام؟ أوكي؟ إذا البالميتات أند ستيريات كان بي ديساتوريتد. أوكي؟ البالميتات 16 حكينا شو بتسموها كملة ولا بصر شو ما بعرف. سيزمون بارميتيات ايش هو هذا 16 كربون دلتا 9. شو يعني دلتا 9؟ الكربون التاسع يعني عشر. دبل بوند موجوده بين الكربون التاسع وعشر. تمام. والاستيريات بحوله الى اولييت هيو من 18 الى بس صار في عنده دبل بوند. اوكي يا شباب هاي العمليه كاتالايز باي فاتي اسيد كوي دي ساتوريز. تمام. هلا انتبهوا معي نقطه كثير مهمه انتبهوا لها. ات از دلتا 9 دي ساتوريز بمعنى introduces the double bond between carbon ايش 19. الانيمالز خلينا نحكي او بالاحرى بلاش نحكي الانيمالز الانسان احنا لا نستطيع اضافه دبل بوند بعد الكربون التاسع. يعني اخر انزيم تبعنا بيقدر يضيف بين 9 و10. طب بين 12 و13 بين 14 و15 نقطه النباتات هذه العمليه لا تتم في الانسان تتم في النباتات وفي كائنات اخرى اللي هم بنسميهم essential fatty acids اللي هم احنا لازم ناخذهم بالاكل تبعنا. واضح؟ اللي هم راح يعطونا العائلتين المشهورين اللي هم مين؟ الأوميجا 3 والأوميجا 6. أنا ما بقدر أنتج أوميجا 3 ولا أوميجا 6. ليش؟ لأنه ما عندي إنزيم تقدر تعمل لي دبل بوند بعد الكربون التاسع. يعني ممكن تعمل لي بين 4 و 5 بين 6 و 7 9 و 10 بس طب بين 12 و 13 ما عندي إنزيم. بين 15 و 16 مثلا ما عندي إنزيم. تمام شباب؟ انتبهوا معي. هذا السكتش بيلخص لك العملية مش للحفظ يعني. عندنا عدلت يلا هاي دي ساتوريشن حولناها الى 16 صار عند دبل بوند 9. ممكن تعمل استيريت 18 تحوله من 16 ل 18 تعملها دي ساتوريشن. هاي شباب لاحظوا العمليه بتتم في النباتات عند هون في الانسان واليوكارس طبعا. تمام. بعد هاي بتصير في اعطانا ايش هذا شو اسمه هذا؟ لينوليت. لينوليت يا شباب هذا الحامض الدهني اللي هو ايش يا شباب؟ بولي ان ساتوريت عنده اكثر من دبل بوند عنده اثنتين. لاحظ الاولى بين 9 و10 والثانيه بين مين ومين 12 و13. هاي العمليه لاحظ شو مكتوب لك هنا ان بلانس من هون هذا اللي داخل المربع هذا كله هيك الشكل هذا ما بيتم في الانسان. تمام يا طيبين ما بيتم كتصنيعها ما يطلع عليكم بناخذ. فهذا اللينوليت هذا يعتبر اسينشال فاتي اسيد وهو البيرن. اذا عملنا له دي ساتوريشن بتعطينا الاوميجا 6 فاميلي تبعه. واذا حولناه الى ايش لا اضاف عملنا انه كمان انذر دي ساتوريشن ضفنا كمان ايش اوكي شباب ان بلانس اونلي زي ما حكينا بتحول الى اوميجا 3 اللي هو لينولين. لاحظوا الفرق بينها هاي جاما وهاي الفا ونفس الحامض الدهني صار عنده 3 دبل بوندز 9 و12 و14. تمام. هنا كان 9 و12 هون صار ايش 9 و12 عسب 15 صار هذا بيعطيك الفاميلي تبعت ايش اللي هي لينولينيت اللي راح يعطيك ايش يا شباب الاوميجا 3 فاميلي. وهنا لاحظوا 6 9 12 حول صار ايش هذا اللي هو لينو لينيت ولكن هذا الجاما هاي جاما والجاما صح؟ نعم جاما وهذه الفا. هلا الجاما راح يعطيكم الايكا ايكوزاتراينويد الى اخره دي ساتوريشن. المهم راح نوصل لمين حبيبنا وصاحبنا هذا ايش اسمه هذا؟ الاراكودينيك اسيد. تمام. الاراكودينيك اسيد هو مكون من 20 كربونه ويحتوي على 4 دبل بوند. هذا صاحبنا اخذته صح؟ ها؟ ولا ما اخذته؟ انا شايفكم اياه في الليبت ستراكشر اخر سلايد كان. لما تعمل له اكسيدر تنتج منه مجموعه من المركبات المهمه جدا 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 لجسم الانسان زي البروستاجلاندينز، الليكوترينز، اللايبوكسينز والى اخره. تمام. هذا من الاوميجا 6. من الاوميجا 3 نفس الشيء بكمل تنتج لهم الليكوسونويدز وبعدين بتنتج منهم مين؟ الدوكسوهيكسانويك اسيد اللي كمان بتنتج منه مركبات مهمه جدا. لاحظوا يا شباب هذه المركبات اللي بالخط الصغير ريزولفنز ثايروكسينز هون بروستاجلاندينز ليكوترينز كل هذول يا شباب ايش مالهم؟
والليبيد لينز ينتج من مين؟ من هذه المركبات اللي جايه من وين؟ من الحامض الدهني اللينوليات. اللينوليات تحويله الى الاراكيدونيك اسيد او تحويله الى اللينوليات لا يتم بالانسان، بيتم وين؟ في النباتات. ونخليه في الوضع يا شباب، فبناخذ بولي انساتشوريتد فاتي اسيد. الديساتشوريتد فاتي اسيد ريكوايرز ا ميكست فانكشن اوكسيديز. عشان تتم عمليه الديساتشوريشن بحتاج الى وقت البولي ميكست فانكشن اوكسيديز. الفاتي اسيد كو اي ديساتشوريز، لاحظ هذا الانزيم، it catalyzes an oxidative reaction that introduces double bonds into a fatty acid chain. واضح العملية، تمام؟ إذ هو يعتبر mixed function oxidase. هلا بنشوف شو يعني. requires NADPH، لاحظ requires cytochrome B5، والcytochrome B5 كمان ثاني، تمام؟ بس إيش ماله؟ cytochrome B5 reductase. يعني بدي الناقل وبدي الإنزيم اللي بيعمل له إيش؟ reduction. واضح؟ تاني شو بحكي؟ هذا السيتوكروم بي ناقل الالكترون، مش خطوه بالالكترون ترانسبورت كومبلكسي 3 بغض النظر، تمام؟ وبدك الريداكتاز اللي بيشتغل عليه. الاو 2 ها الاكسجين هو اكسبتس الفور الكترونز فروم تو سبستريت. اذا لاحظوا هنا في عندي تو سبستريت، تو الكترونز، ها تو الكترونز كمز فروم ساتوريتد فاتي اسيدز، وتو الكترونز كمز من وين يا شباب؟ من الفيروس ستيت اللي هو جاي من السيتوكروم بي 5. واضح؟ اذا في عندك اربع الكترونات هنا بتم النقل، مش اثنين، اربعه. من وين جايين الاربعه؟ اثنين من نفس الفاتي اسيد، واثنين جايات له من السيتوكروم بي 5. طيب السيتوكروم بي 5 منين بيجيبهم اصلا؟ بيجيبهم من الان اي دي بي اتش. شوف معي العمليه كيف، خليك مع الاربعه عليك، اشرح لك اياها بالفيجر هاي. طلع معي الاو 2 والاتش والتو اتش بلس، خلينا نحكي هاي هذا هو صاحب مين؟ الفاتي اسيد، ساتوريتد فاتي اسيد، بدنا نعمل تمام دي ساتوريشن عن طريق الفاتي اسيد كويت دي ساتوريز، تمام؟ بتحول الى المونو ان ساتوريتد فاتي اسيد، تمام؟ عشان تتم هاي العمليه لاحظوا بدي اعمل انتروديوسنج لدبل بوندز. واضح؟ مظبوط؟ كيف بتتم العمليه؟ السيتوكروم بي 5، هذا السيتوكروم يا شباب عنده في وسطه ذره الايون، يعني وهو هيم، يعتبر هو هيم، تذكر حكينا عليه امثله على الهيم والبروتين. اذا في مجموعتين، الهيم فيه حل، الحليب ايش ماله؟ برطب. حكينا تتذكر شو حكينا؟ احد شكل نقل الالكترونات ايش هو؟ ننقل الالكترون مباشر من فرك لفرس او من فرس لفرك، مضبوط؟ فهذا اللي بصير عندي. فهذا الافندي اوكي يا شباب اللي هو الفرس 2 بلس ولا 3 بلس؟ 2. السؤال العقيم هذا اللي دائما بنساله وبننساه. حديد مش عنده فرس وفرك وفرك اسف، مظبوط؟ مين ال2 بلس ومين ال3 بلس؟ اعتقد 3 بلس اللي في الراس. لا الاعتقاد بمعنى الجزم، ما تقول اعتقد تقول اظن. ليش اخذ عندنا عقيده؟ هذا باللغه العربيه، لغه الناس تقول لك اعتقد، بفكر انه يعني انا ها، وانها تاتي بالمعنيين، ولكن لا، هي اعتقد بمعنى اجزم ابسولوتلي، يعني من وجهه كلمه العقيده، تمام؟ نقول اظن، اشك، اقدر، اتوقع، الفاظ كلها تحوم، اما لما تقول اعتقد اقوى درجات الصدق هو الاعتقاد، تمام؟ حلو، درس لغه عربيه هذا ايضا كويس، تمام؟ او قول قد يكون مصدرها كذا، قد تفيد المعنيين، التحقيق والتشكيك. يلا نشوف مين الفرق ومين الفرس، ما نسيتش انا، صح اعطيناك درس لغه عربيه بس بدنا الفرس والفرق. الفرس موجب ثلاثة. شو مكتوب هنا يا شباب؟ تو الكترونز كم فروم ايش؟ ولو طلعتهم مين اللي معطي التو الكترونز؟ صح؟ اللي بي 2 بلس، مظبوط؟ ما بقى. انا ما بعرف والله ما ليش دخل، انت بدكم تعرف. المهم هذا السيتوكروم عنده في وسطه اللي هي الهيم جروب، الهيم جروب فيها ذرة الحديد، ذرة الحديد بتستقبل التو الكترونز يا شباب من مين؟ من ال NADPH. ال NADPH بياخذها انزيم ايش اسمه؟ سيتوكروم بي 5 ريدكتيز. هذا السيتوكروم ريدكتيز بي 5 ريدكتيز هذا يعتبر فلافو بروتين. شو يعني فلافو بروتين؟ يعني عنده في داخله سنتر اف اي دي، يحتوي اف اي دي. ولما انتم عارفين اف اي دي على طول بتاخذ التو الكترونز من مين؟ من السيتوكروم، من ال ان اي دي بي اتش، تتحول الى اف اي دي اتش 2، تمام؟ الاف اي دي اتش 2 لمين تسلمهم؟ بتسلمهم للناقل اللي هو مين؟ السيتوكروم، السيتوكروم بي 5. فبتحول من فرق الى فرس، وهو بروح يسلمهم دور لمين؟ للفاتي اسيد عن طريق الانزيم الفاتي اسيد كو اي دي ساتشوريز، وبتتكون من دبل بوند.
واضح؟ كلير؟ في اي سؤال؟ Plants can desaturate positions beyond Cmax. زي ما حكينا معلومة قبل شوي. Humans have delta 4, delta 5, delta 6, delta 9. ممكن يكون عندك هاي الأربع أنواع من الإنزيم اللي هم desaturated. ولكن بعد التسعة إيش مالك؟ نعم. Plants can produce اللي هي الأوميجا 6 والأوميجا 3 اللي شرحناها قبل شوي. فهاي أنا عدل هاي الفيجر وين راح تصير؟ طيب. المفروض هاي الفيجر تكون بعد. تمام؟ فأنا عدلت اللي بعد يعني حطيت الفيجر هون دي. مش راح تفكر هاي الفكرة بس ترجع لها بتعرف اللي بنحكي بعدين هذا بتعرف هاي اللي شرحناه قبل شوي مكتوب هنا شايفين يا شباب الاوميجا 6 اللي هو اللي هي ايش هذه تبدا من ايش اللي هو اللي هو ايش عفوا اللي هي 18 كربون ايش عنده 2 ايش يعني 2 يعني 2 دبل بوند سوين موجودين على 9 و12 بين 9 و10 و12 13 وعندك هذا هذا اللي بيتحط عفوا وبيجي عندك الاوميجا 3 اللي هو لينولينيك بس الالفا اسف عنده ايش 3 دبل بوندز اوكي يا شباب وهذا كان الكونفيرتد لمين الايكوزا بنتانويك اسيد اللي هو الاي بي اي والدوكسو هيكسانويك اسيد اللي هو ده الدي اتش اي اوكي تمام ذيس فاتي اسيدز ار زي ما حكينا الاسينشال فاتي اسيدز ليش اسينشال فاتي اسيدز ما بسمعهم الانسان يعني شو لما نحكي essential شو يعني essential؟ These amino acids cannot be synthesized by human body, so we have to take it by them. تفضل. سلام. سلام. أنا دكتور اسمي خشاش. أنا مثلا. مع الدكتور الساعة 10 هون مش عارف. هون؟ في المدرجة الثانية. ممكن تاخذ القاعة الثانية؟ القاعة جنب هاي الباب ما بعرف بس ما حدش بلغنا والله بس. لو طلاب سنة ثانية. تعبوا منا. ممكن على 302 صحيح؟ والله دخلوهم على القاعة الثانية لو سمحت مع الدكتور. الدكتور. على 302 ها؟ ما بيعرف إذا فيها محاضرات. ما فيها. خلص أوكي. أصلاً هم جوا قاعدين لسه. سمحنا بالله. ما حد ما بلغوناش والله. مش بسيطين خشوا حبيبنا. وجه سمح مش من نوعية الخوف. أنت أحسن يا أبوي الله يرضى عليك. أديك على هذا شو رأيك؟ الله يعطيك الحياة وأنا أتفضل الله يرضى عليك. انا بخوف ومن وين كل بشوف مين اللي بيقول لك خلاص كم صارت الساعه اصلا درجات محجوزه لنا عندنا محاضرات دي هذا مش يوم طبعا جماعة الكلينيكا بس تصير كلينيكا توجعوا لنا روس على جماعة الديسك على كل مش موضوع تمام يا شباب يعني بس اللي شرحته قبل شوي هيك بس مكتوب يعني الاوميجا 3 والاوميجا 6 المطلوب منك بس المكتوب يعني ما بدكش تروح كثير ذيس فات اسيدز زي ما حكينا اسينشال بيكوز هيومن بودي كانت سينثيسايز في منهم نوعين في منهم مونو ان ساتوريتد اللي هم فيهم 1 دبل بوند وفيهم البولي ان ساتوريتد اللي هم بي يو اي اس بولي ان ساتوريتد اللي هم اشهر مجموعتين هي الاوميجا 6 والاوميجا 3 وتغذويا في لازم يكون ريشيو في التغذيه ما بين الاوميجا 6 والاوميجا 3 لان نقص هذا وزياده هذا قد يؤدي الى مشاكل بغض النظر اسينشال فاتي اسيد زي ما حكينا ايش هو هلا اللينولينيت اند لينولينيت اللي هم الجام الالفا والجاما طبعا ار نيسيسري بريكيرسر زي ما حكينا اسينشال فاتي اسيد مره ثانيه اللي شو بيعطيك هذا وشو بيعطيك هذا شرحناهم وحكينا بهم مكتوبين Essentials are formed from 20 to 22 carbon polyunsaturated fatty acids. قلنا احنا we cannot synthesize بعد 16 18 بعد هيك اللي بدنا polyunsaturated we cannot synthesize it. فبيجينا من برا. اوكي؟ نبدا بالsynthesis of triacylglycerols. في عندنا اي سؤال؟ طيب. Fatty acids have two fates. Fatty acids have two fates. اوكي؟ ايش هما؟ incorporation into triacylglycerols for the storage اذا عندك فاتي اسيد انت في الخليه شو بدك تعمل؟ واحد من اثنين ايش هما؟ بدي استخدمه في التصنيع، طب تصنيع ايش؟ انا عندي فاتي اسيد زياده، ما بنحكيش على الفاتي اوكسيديشن احنا خلصنا. عندنا زياده صنعنا فاتي اسيد، وين بدهم يروحوا؟ واحد من اثنين، اما بروحوا للتخزين وتخزن الدهنيات عندنا على شكل ايش؟ triacylglycerols
او لصناعه الدهنيات الاخرى زي الفوسفوليبيدز. تمام؟ فيش غيرك. اوكي؟ بوث باث ويز، البوث باث ويز بيبدوا من نفس البريكيرسرز. انه بدي جزيئي جليسرول وجزيئي الجليسرول اربط عليه فاتي اسيدز. بس اربط عليه الفاتي اسيدز بنطلب اما للترايسل جليسرولز واما للفوسفوليبيدز. واضح؟ فاهمين شو بحكي؟ صنعنا الفاتي اسيد، وين بيروح الفاتي اسيد لما صنعناه؟ واحد من اثنين، يا للتخزين يا للتصنيع، ما فيش غير هيك. مش واحد يقول لك طب ما هم ممكن نوديه للجيت اوكسيديشن، صح؟ طب ما احنا انتجناه، ليش؟ طب ليش انتجناه؟ احنا قاعدين ننتجه، ليش ننتجه؟ لانه عنده زياده اسيت الكو اي. واضح يا شباب؟ الله يرضى عليكم، انتبهوا. طيب الفاتس اللي هم تراي اسيل جليسرولز اند فوسفوليبيد سينثيسز، خلينا نحكي تراي اسيل جليسرولز والجليسر وفوسفوليبيدز، لاحظوا كلهم بيبدوا من جزيئي جليسرول مع فاتي اسيدز. الاثنين عندك الجليسرول 3 فوسفيت البريكيرسر 2 بريكيرسر، الجليسرول 3 فوسفيت اللي هو البريكيرسر باك بون، اوكي، والفاتي اسيدز. اذا جزيئي جليسرول بربط عليه فوسفيت جروب على الكربون الثالثه. تمام يا شباب؟ بحوله الى مين؟ الى جليسرول 3 فوسفيت، وبعدين بجيب الاحماض الدهنيه وبركبها. السورسز اوف جليسرول 3 فوسفيت، من وين بجيب جليسرول 3 فوسفيت عشان اشتغل؟ عندك تو سورسز رئيسيه. السورس الاول موست جليسرول 3 فوسفيت كمز فروم وين يا شباب؟ من الجلايكوليسيس، من الدايهيدروكسي اسيتون. تمام؟ درون اوف دايهيدروكسي اسيتون فوسفيت من الجلايكوليسيس، بسحبه قاعد. مش عندنا في نهايه المرحله الاولى الخمس تفاعلات الاولى جليسرول، جليسرول دايهيدروكسي فوسفيت وايش كمان؟ دايهيدروكسي اسيتون. وعندنا الايزوماريز بحول واحد للثاني. إذا عندي إناف إنرجي في داعي أكمل البايروفيت وأنتج أسيت الكوي، ما فيش داعي، فبسحبه من هون مباشرة وباخذه لتصنيع مين الفاتي أسيتس، عفوا الدهنيات بشكل عام هم الفوسفوليبيدز أو التراي أسيت جليسرولز. تمام؟ هاي سحب. المصدر الثاني سم جليسرول فوسفيت إز منين بيجينا يا شباب؟ ميد فروم جليسرول باي جليسرول كاينيز في الليفر والكلى، نفس جزيء الجليسرول موجود بنركب عليه إيش؟ عن طريق الكاينيز فوسفيت جروب على المجموعة الثالثة، عفوا على الكربون الثالثة تحول. هاي التفاعلات زي ما انتم شايفينها هنا عشان ما تنسوها. من الجلايكوليسيس باخذ الدايهيدروكس اسيتون عن طريق الانزيم ديهيدروجينيز اللي هو الجليسرول 3 فوسفيت ديهيدروجينيز. لاحظ ايش هنا يا شباب؟ ان اي دي اتش تعطينا بتعمل ديهيدروجينيشن ريدكشن، بحوله الى جليسرول 3 فوسفيت. تمام يا شباب؟ هلا شو الغايه من هاي التفاعل؟ الغايه الاولى انتاج جليسرول 3 فوسفيت، اثنين ايش؟ احرر مين؟ ان دي بلس عشان تضل ماشي الجلايكوليسيس، تكون حضرتك ماكل لك وجبه في سكر كثير، لازم ايش؟ نكسره، والزايد من الكربوهيدرات والبروتين شو حكينا؟ يخزن على شكل دهون. واضح؟ شفتوا وين وين؟ فاهمين شو بحكي؟ الجلايكوليسيس مش هون الجلوكوز، الجلوكوز بتكسر بتكسر لغايه ما يوصل لوين؟ دايهيدروكسي اسيتون. يا بيكمل طبعا على شكل جليسرول دايهيدروكسي فوسفيت في الجلايكوليسيس لانتاج البايروفيت، بعدين اسيت الكويه بدخل دي سي اي سايكل، صح؟ طب اذا انا اصلا ماكل وجبه وما شاء الله وعندي هنا في انرجي، في داعي اكمل؟ فبتوقف الجلايكوليسيس هنا عند هذا الحد في بعض الخلايا، وببدا نسحب مين؟ الدايهيدروكسي اسيتون عشان ننتج منه الدهون، نخزن الدهون. واضح؟ اذا شفت الجلوكوز ينتهي بدهون اذا كانت زي الحد. والمصدر الثاني حكينا في اللايبوليسيس بنتج عندك مش صار في تحطيم مثلا دهون ونتج عنها جليسرول، ولا الجليسرول بيمشي مع الدم وبروح على الليفر، في الليفر عن طريق الجليسرول كاينيز بيتحول الى الجليسرول 3 فوسفيت، وبعدين بتكمل اذا بدنا اياه للجلوكونيوجينيسيس كله بصير هون. لا بنرجع بنحوله لمين؟ للجليسرول 3 فوسفيت، وبنستخدمه لصناعه الفاتي اسيد. اذا مصدرين الفاتي اسيد كويس ار فورمد فروم فاتي اسيد، زي ما حكينا اسيد كويس سينثيتيز. اوكي، هاي زي ما انت شايف شو هذا؟ اللي بيعمل اكتيفيشن. شو بيعمل هذا؟ مش عارف هاي ار 1 ايش يعني ار 1 وسي دبل بوند او ومش عارف ايش. شو رايكم؟ شو هذا الحكي؟ لاحظ فادي اسيد كويس ار فورمد فروم فادي اسيد. شو معنى هذا الحكي؟ هذا بتذكر؟ الاكتيفيشن للفاتي اسيد. اكتيفيشن للفاتي اسيد. ما راح اقدر اخذ الفاتي اسيد واركبه على الجليسرول او على الفوسفوليبيدز او للترايس الجليسرول الا اذا عملت له اكتيفيشن. فعندك ايش؟ الاس اسمه اسيد كويس، ايش كان بيعمل هناك؟ اسيد الكويس، وانا اسمه اسيد كويس سنتيز او سنتيز. هذا كاتلايز الديفورميشن اوف وات؟ الفاتي اسيد كو اي، يعني بيعمل اكتيفيشن للفاتي اسيد، يعني بربط عليها جزء ايش؟ كو انزيم اي. واضح يا شباب؟ بربط عليها جو هاي هذا الفاتي اسيد. تمام؟ هيو على الكربوكسيليك جروب رابطنا عليه كو انزيم اي، الانزيم اسمه اسيد كو اي سنتيز. اوكي يا شباب؟ هذا التفاعل بيحتاج لايش؟ لاي تي بي، ولاحظ الاي تي بي هون ايش مالها؟ تذكروا الاي سي سي؟ قلنا بكسرها لاي ام بي، وبعدين الاي ام بي باخذ البايروفوسفيت برجع بكسره عن طريق البايروفوسفوريليز، نفس التفاعل. تمام؟
هلا اسيد ترانسفيريزز اتاتش تو فات اسيدز تو جليسرول الفوسفات. جزيئات الجليسرول الفوسفات اللي جبناه والفات اسيد عملنا له اكتيفيشن، هلا بنربطهم مع بعضهم عن طريق عائله من الانزيم بنسميهم ايش يا شباب؟ اسمهم اسيد ترانسفيريز. تمام، بنجيب الجليسرول 3 فوسفات اللي انتجناه وبنركب عليه ايش؟ لاحظ تو فات اسيد على الكربون الاولى وعلى الكربون الثاني. طب الكربون الثالثه شو مربوط عليها؟ فوسفات. فوسفات، ففي عندك تو ايش ترانسفيريز. المركب اللي راح ينتج في النهايه هذا لاحظوا هي جليسرول، هي سي 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 ثلاث كربونات هيهم. تمام يا شباب، عليه فاتي اسيد على الكربون الاولى وعليه فاتي اسيد على الكربون الثاني وعلى الكربون الثالث ايش فيه؟ فوسفات. فوسفات هذا بنسميه فوسفاتيديك اسيد. هذا المركب، هذا الفوسفاتيديك اسيد هو البيرنت للفوسفوليبيدز وللتراي اسيد جليسرولز. واضح؟ واضح شو بحكي؟ اذا اول خطوه انا بعمل هذا، لاحظوا كيف بنبني. حكينا ننتج اول شيء جليسرول 3 فوسفات، حكينا عن طريق الجليسرول كاينيز او من الدايهيدروكسيل اسيتون عن طريق الدايهيدروجينيز. اثنين بنتج مين؟ الفاتي اسيد كو ايز، وبعدين بربطه عندي اول اسيد ترانسفيريز بربط ايش؟ الفاتي اسيد الاول على مين؟ على الكربونه الاولى. تمام؟ فبتكون عندي مركب وسطي، تمام يا شباب؟ وبعدين بياخذ ايش؟ بكون ايش اسمه هذا؟ اللي هو الاسيد ترانسفيريز الثاني، بياخذ الفاتي اسيد الثاني وبيربطه وين يا طيبين؟ على الكربون الثاني. الناتج مركب اسمه فوسفاتيديك اسيد. الفوسفاتيديك اسيد هو البيرنت لمين؟ لبوت الفوسفوليبيدز والترايس الجليسرولز. تمام؟ الفوسفاتيديك اسيد از بريكيرسر تو الترايس الجليسرولز والفوسفوليبيدز، زي ما حكينا تو فات اسيد بلس جليسرول دايت جليسرول في الفوسفات. الاسيد ترانسفيريز زي ما حكينا كاتلايزز دي ايش؟ دي اسيليشن. اسيليشن يعني ربط الفاتي اسيد مع الجليسرول، تمام؟ مع الكربون الاولى والثاني. بتكون عندك ايش يا شباب؟ داي اسيد 3 فوسفات اللي هو الفوسفاتيديك اسيد. هذا داي اسيد لانه عليه 2 فاتي اسيدز، اوكي 3 فوسفات او بنسميه فوسفاتيديك اسيد. تمام يا شباب؟ في حد عنده اي سؤال لغايه الان؟ طيب من هذا الفوسفاتيديك اسيد انا بنطلق عندي واحد من اثنين، اما بنتج تراي اسيد الجليسرول او بنتج ايش فوسفوليبيدز. اذا بدي انتج تراي اسيد الجليسرول شو اللي بدي اعمله يا شباب؟ بدي فاتي اسيد ثالثه. بدنا نضيف فاتي اسيد ثالث، بس شو قبل ما اضيف الفاتي اسيد الثالث شو بعمل؟ بشيل الفوسفيت. بشيل الفوسفيت جروب. بشيل الفوسفيت جروب وبركب عليه ايش؟ تمام؟ هيا فوسفاتيك اسيد فوسفاتيز انزيم بفك لي الفوسفيت جروب اللي على الكربون الثالث بطلعها از ان اورجانيك فوسفيت، وبيجي بعدين الاسيد ترانسفيريز بركب عامل دهني ثالث فبنتج عندي تراي اسيد جليسرول او اللي احنا بنعرفه تراي جليسرايد. واضح؟ خلص وهذا بروح للتخزين. العمليه الثانيه اذا بدي انتج فوسفات اللي هم فوسفوليبيدز المختلفين، فقط شو بعمل يا شباب؟ بس بجيب الكحول الكومباوند بركبه على الفوسفات اللي هو بنسميه بولر هيد او الهيد جروب. حسب نوع البولر هيد بيطلع معك مين؟ نوع مين؟ الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد يعني فوسفاتيديل كولين. نحط كولين. نحط كولين. انيسيتول نحط انيسيتول، بعد اسيد سيرين نحط سيرين، واضح؟ شو بتركب على الفوسفات؟ بعطيك الانواع المختلفه من مين؟ من الفوسفوليبيد. فهذا المركب اسمه جليسر فوسفوليبيد ان جنرال. هلا شو حطيت هون؟ حطيت كولين بصير اسمه ايش؟ كولين فوسفات. جليسر فوسفوليبيد كولين. واضح وهكذا. واضح يا شباب؟ عملية التصنيع ما فيهاش اشياء كثيرة. What is the source of glycerol 3 phosphate needed for fatty acid re-esterification؟ أظن إنه حكيناها هي صح ولا لا؟ مكتوبة بس مرة ثانية بس حكي خلينا بس نحكيها لأنه ندخل على مصطلح جديد الآن. خليكم معي. زي ما حكينا في اللايبوليسيز لما يصير في عملك اللي بصيرها اللي شرحناها المرة الماضية. اكتيفيشن عن طريق الجلوكاجون او الابنفرين والجي بروتين والكذا الى اخره، وشرحناها المره الماضيه او اللي قبلها مش عارف، لا شرحناها قبل هيك. لما نعمل لايبوليسيس تحليل شو حكينا بصير؟ بيجي الجلوكاجون بيعطي اوردر عن طريق السايكليك ام بي الجي بروتين. يا شباب سؤال في السيولوجي يوم الخميس كان على على مين؟ على البروتين، على الريسبتور مش على الجي بروتين. فاللي جاوب على الجي بروتين طلع غلط، اللي جاوب على الريسبتور هو اخذ صح. تمام؟ عشان تكونوا عارفين، شايفين طلاب سألوني عنه. كان في عندك الجي كابلد ريسبتور، في سؤال كان عليه مظبوط؟ اه من نموذجين. هم نموذجين ما بعرف، في طلاب سألوني عن الجي كابلد ريسبتور، أنت بتحكي عن الريسبتور، ما سألك عن ما سألتك عن الجي بروتين. اه. فاللي جاوب على الجي بروتين سلامي، ماليش دخل. صغيرة؟ اه. الشباب ما تسألونيش أنا، أنا سألوني فقلت لهم هيك، نعم. الغلط عن جي بروتين، اه بقول لك اللي جاوب عن جي كانه جي بروتين اخذ خطا. مش موضوعنا يا شباب.
بس هاي ريفرشمنت عشان الشباب. وين راح؟ وين السؤال؟ وين اجى شباب بيعرفوا شيء؟ خلاص مش موضوع، الله يرضى عليكم. فديورينج اللايف ولا سيزن حكينا ستيميليتد باي ايبينفرين او جلوكاجون. شو حكينا بصير؟ بتنشط السايكل كام بي، السايكل كام بي بفعل البروتين كينيز اي، البروتين كينيز اي حكينا بيعمل شغلتين اساسيتين في اللايف في في في, في الاديبوسايت. فعمليه اللايف ايش بيعمل؟ حكينا بروح بيعمل اكتيفيشن لمين؟ للهرمون سنسيتيف لايبيز، بوقف على جنب، وبيعمل ايش؟ فوسفوريليشن للبري ليبن. ايش هو البري ليبن؟ البروتين المهم الى اخره. فبيشتغل هناك، فبتحطم عندك ايش؟ الترايس الجليسرول، بينتج عنه جليسرول. قلنا هذا الجليسرول بيمشي مع الدم او في الخلايا حسب، بيروح على الليبر عن طريق الكينيز، بتحول لمين حكينا؟ لجليسرول 3 فوسفيت. جليسرول 3 فوسفيت هذا لحظه سو اديبو، ها لحظه معي، اديبو سيلز اللي هم الاديبوسايتس الخلايا الدهنيه ميك ذا هيدروكسي اسيتون فروم بايروفيت فيا هذا المصطلح. شو هذه مكتوب هنا؟ جليسرو نيوجينيسيس. جليسرو ها جليسرو نيوجينيسيس، مش جلوكو نيوجينيسيس، هاي باثوي ثانيه اسمها جليسرو نيوجينيسيس اللي شورتند فيرجن اوف جلوكو نيوجينيسيس. شو هذا المعلومه اللي هون؟ اكسبلين واي اديبوز سيلز اكسبريس بايروفيت كاربوكسيليز وفوسفو انول بايروفيت كاربوكسي كاينيز ايفن ذو فات سيلز كانت ميك جلوكوز. لا هم هذول الانزيمز، معلش العفو مني مش هيك الجواب اللي يكون. هذول الانزيم هم نفسهم الاثنين اللي بتعمل فيهم باي باس على اول خطوه اللي هي تحويل البايروفيت الى فوسفوينول بايروفيت الجلوكونيوجينيسيس، صح؟ فاذا هي عندها هاي اول خطوه ليش ما كملت الجلوكونيوجينيسيس؟ فكروا لنا فيها يعني. سؤال برين ستورمينج المرات الجايه بعد الامتحان فكروا لنا فيها واعطوا الجواب. تمام؟ ما تخبوش يعني. ما عندها الانزيم الثالث تبع الباي باس الثالث؟ هو الانزيم الثالث تبعه الجلايكوليسيس نفسه. معكوسات خلاص الباي باس تبع الفوسفوفركتوكينيز 1. هسه شوف لنا الجواب بعدين. تمام وضع الشباب اللي حكينا قبل شوي البايروفيت عن طريق البايروفيت كاربوكسيليز، مش حكيناه احنا اخذتوه اسف، كمان وزاره ستيت عن طريق الفوسفوينول بايروفيت كاربوكسيليز رجع تحول لفوسفوينول بايروفيت بعد كذا ستيب تحول لمين؟ للدايهيدروكسي اسيتون. الدايهيدروكسي اسيتون عن طريق الكيهيدروجينيز ايش حولهم الى مين؟ جليسرول 3 فوسفيت، ودخل التراي اسيد جليسرول سينثيسيس عن طريق ارتباط الفات اسيد معهم. تمام؟ هاي جليسرول نيوجينيسيس الفات وي. الرولز اوف جليسرول نيوجينيسيس، جليسرول نيوجينيسيس از ا شورتن فيرجن اوف جلوكو نيوجينيسيس. لاحظوا فروم بايروفيت تو دايهيدروكسي اسيتون فولد باي كونفيرجن دايهيدروكسي اسيتون لجليسرول 3 فوسفيت. The glycerol nucleases functions to what? To? It helps to control the rate of fatty acid release to the blood. إذا مشت أنتجنا fatty acid، إذا استخدمنا fatty acid ما تطلع fatty acid كثير للدم، فبضل وين؟ تخزنت على شكل ترايس الجليسرول. Control the rate of which the free fatty acids are delivered to mitochondria for use for the thermogenesis. بتحدد الأحماض الدهنية اللي ممكن تدخل للميتوكوندريا لإنتاج الطاقة. Support the synthesis of glycerol 3 phosphate in the fasting humans. هاي فوائدها يعني بس. Triacyl glycerol cycle during starvation أثناء المجاعة أو الصيام الطويل. شو بصير في عندنا يا شباب؟ هاي الأدوستيشو، هاي البلد، هاي الليفر. أنت جعان بيجيك أمر للخلايا الدهنية، إيش بتسوي الخلايا الدهنية؟ بتكسر. كسر لي الدهون، فبكسر Triacyl glycerol إلى مين؟ الجليسرول 3 فوسفيت وفاتي اسيدز. تمام؟ اللي عوض الجليسرول وفاتي اسيدز، الفاتي اسيدز هاي بتطلع على الدم، مع الدم بتمشي مع مين؟ مع الالبيومين زي ما حكينا. وين بتروح؟ بتروح على الخلايا المختلفة مثلا زي الليفر او غيرها، وهناك بتدخل على الميتوكوندريا وبيتا اوكسيديشن. شرحنا سابقا. تمام يا طيبين؟ في الحالة الثانية هذا الجليسرول شايفين، خليكم على الله يرضى عليكم. الترايس الجليسرول اللي تم تصنيعه بالليفر بيطلع على الدم. العملية العكسية ها؟ هلا شرحنا هون اللايبوليسيس. تمام؟ اللايبوليسيس انتج جليسرول وانتج ايش؟ فاتي اسيدز، طلعوا اثنين على الدم. الجليسرول خلينا نحكي بده يروح للجلوكونيوجينيسيس لانتاج الجلوكوز، والفاتي اسيد بيمشي مع الدم محمول بالالبومين لكافه انحاء الخلايا في الجسم، والليفر باخذه، الكبد عفوا الهارت زي ما حكينا هو بده ميجرلي، المسلز الى اخره، وبتشتغل عليه بتحوله الى اسيتيل كو اي بالميتوكوندريا بالبيتا اوكسيديشن. تمام؟ العملية العكسية. طب what about the lipids that comes from the liver؟ الليفر يصنع الدهون،
إذا بتتناول أكل برضه الليفر يصنع الدهون. طب هذا الترا أسيليكليسرولز اللي طلع من الليفر محمل على شكل VLDL زي ما راح نأخذ المحاضرة القادمة واللي بعدها VLDL وهو ماشي مع الدم يا شباب في داخل الكابيلا اللي استبعنا في عندنا إنزيم إيش اسمه لايبوبروتين لايبيز في الكابيلاريز من الداخل الكابيلاريز موجود على جدران الكابيلاريز اسمه لايبوبروتين لايبيز. شو بيعمل هذا اللايبوبروتين لايبيز يا شباب؟ بيجي على الكايلومايكرونز او البي ال دي ال اللي هم هذول الكرات اللي حامله الدهون مباشره مع الدم بستنى شوي الله يعطيك العافيه بيهاجمها بيهاجم الترايل اسيد جليسرولز وبيكسر مين الفات اسيدز بيكسر الترايل اسيد جليسرولز الى جليسرول او جليسرول تريبوفيت زائد ايش زائد فات اسيد وبيتم امتصاصها لداخل الخلايا واستهلاكها حسب حاجه الخليه. فاهم شو بحكي؟ هذا الترايل اسيد جليسرولز طلع من الليفر راح على الدم. الدم عندك مين صاحبنا اللايبوبروتين لايبيز كسر الى جليسرول وفاتي اسيدز. الفاتي اسيدز بتدخل على الخلايا والجليسرول بيمشي مع الدم حسب الحاجه. تمام؟ الفاتي اسيد داخل الخلايا حسب حاجه الخليه. اذا كان زائد عن الحد في الادبوز ترجع ايش؟ تبني على شكل تراي اسيد جليسرولز. لذلك يا شباب في عندي انا نقطه التراي اسيد جليسرولز يبنى في الجسم ثلاث مرات. خليك معي. اول مصدر لنا الاكل صح؟ مش انت اكلته؟ شرحنا احنا المحاضرات اول محاضره شرح اللي ايش الدايجستشن وتم امتصاص اللي هم ايش المكونات الاساسيه وقلنا اول عمليه تصنيع للترايس الجليسرولز وين بتصير داخل خلايا الامعاء اول واحده وبتحملها على شكل كايلومايكرونز اللي هي الحبيبات وبتطلع مع الليمف وبتروح لوين للدم مع الدم بتمشي بكافه انحاء الجسم وهي ماشيه بكافه انحاء الجسم بيهاجمها هذا صاحبنا اللايبوبروتين لايبيز اللي في الكابيلاريز بيكسر الترايس الجليسرولز والفات اسيدز بتدخل وين داخل الخلايا وكل خليه حسب حاجتها تستعملها. هذا المصدر الاول. المصدر الثاني او المكان الثاني في تصنيع الفات هذا طبعا الفات اللي كل جاي من برا بنسميه اكزوجينس لانه جاي من الاكل. المصدر الثاني هو داخل الليفر يتم تصنيع تراي اسيد جليسرولز كمان بنسميه اندوجينس اللي هو داخل يصنع عندنا. تمام؟ ايضا ينقل بس مش على كايلو مايكرونز على ايش اسمه فيري لو دنسيتي لايبوبروتين كمان راح اشرحه المره الجايه. تمام؟ بروح على الدم وبرضه اللايبوبروتين لايبيز وبتسحب الخلايا الفاتي اسيد ويعاد تصنيعه مرة ثالثة وين؟ في الأديبوسايتس لما بدي أخزنه يعاد تصنيع التراي أسيل جليسرولز. واضح يا شباب؟ بجوز واحد يحكي طب ما يدخل التراي أسيل جليسرولز وخلصنا؟ والله حجمه كبير بلش ممرات عبر الممبرين بس نشرح اللايبوبروتين إن شاء الله نرجع نكتب المسألة. البايسنتيز اوف ممبرين فوسفوليبيدز البايسنتيز اوف ممبرين فوسفوليبيدز assembly of phospholipids occurs in the smooth endoplasmic reticulum في الانر ميتوكوندريال ميمبرين وفي الجولجي اباراتوس. It begins with لاحظ ايبولر هيد جروب. انا صنعت الفوسفاتيديك اسيد اللي شرحته قبل شوي. تمام؟ وهي شرحنا الترايس الجيسرول سينثيسيس الان الفوسفوليبيد كيف بدنا تصنيعها؟ زي ما حكينا الشيء الوحيد هو ايش يا شباب؟ اضافه البولر هيد. شو ما حطيت بولر هيد انت انتجت ايش فوسفوليبيد. تمام؟ لاحظوا البولر هيد جروب از اتاج لمين؟ للكربوكسيليك جروب على الكربون الثالث اوف دي فوسفاتيديك اسيد او للدي اسيليك جليسرول. عندك واحد من اثنين اما بتجيب خليك معي الفوسفاتيديك اسيد كامل عليه فوسفاتيديك جروب صح بس بتربط معه مين البولر هيد او بتجيب داي اسيليك جليسرول ما عليه فوسفات بتربط البولر هيد مع الفوسفات بعدين بتجيبهم الاثنين بتركبهم على الداي اسيليك جليسرول في المحصله عندك فوسفوليبيد. واضح؟ واضح شو بحكي؟ فوسفاتيديك اسيد اللي شرحناه قبل شوي اللي هو ده الجليسرول عليه تو فات اسيدز وعليه فوسفيت فوسفيت هذا جاهز. بتجيب اي بولر مركب بولر بتركبه بعطيك انواع اعطاك نوع من الفات اسيد عفوا من الفوسفوليبيد. تمام؟ الطريقه الثانيه لا بتجيب انت داي اسيد جليسرول ما عليه ايش؟ فوسفيت بتجيب هذا البولر المركب البولر بتركبه على الفوسفيت اثنين بتجيبهم بتركبهم وين؟ فاهمين شو بحكي يا شباب؟ لاش قصه يعني الفوسفات جروب في النص يا بنركبها على الدي اسيليك جليسرول بعدين بنركب البولر هيد يا بنركب البولر هيد على الفوسفات واثنين بنحطهم وين؟ على الدي اسيليك جليسرول نفس العمليه. تمام يا طيبين؟ اوكي؟ افتر سينثيسيس اوف فوسفوليبيدز ترانسبورتد فروم اندوبلازميك ريتيكولم للممبرين ايش؟ باي فيسيكل عشان يصير فيسيكل بدك الجولجي اباراتوس يغلف ووديه الى اخره. اتاتشنج ذا فوسفوليبيد زي هيد جروب اللي حكيته قبل شويه بطريقتين مشروعين. One of the hydroxyls is first activated by attachment with cytidine. هون هون شلاحوا عشان أقدر أضيف الفوسفات جروب بحتاج إلى النيوكليوتايد اللي هي من يا شباب
سايتيدين دايفوسفيت سي دي دي نيوكليوتايد. تمام؟ احنا اخذنا سابقا اخذتوا ايش الزومين النيوكليوتايد اللي دخلت معكم اليو صح؟ يو تي بي صح ولا لا؟ الجلايكوجين لا في ايش؟ تصنيع الجلايكوجين جلايكوجين صح؟ مظبوط؟ اليو تي بي جلوكوز والى اخره. هنا بنستخدم يا شباب من سي دي بي. شو بصير هذا؟ السي دي بي هون عشان ناخذ منه فوسفات جروب هي اللي نضيفها ويطلع على شكل سي ام بي سايتيدين مونوفوسفيت. مبعد؟ يعني ما باخذ ان اورجانيك فوسفيت وبركبها، لا بتكون على شكل ايش؟ سي دي بي نيوكليوتايد. زي ما انتم شايفين استراتيجيز فور فورمينج دي فوسفو دايستر بوند. استراتيجي 1 سي دي بي هذا المركب اللي هي نيوكليوتايد از اتاش تو الدا اسيليكليسرول بيجي عندك الدا اسيليكليسرول بيرتبط بدايه مع مين؟ مع السايتيدين دايفوسفيت. اوكي؟ بتكون انترميديت سي دي بي داي اسيليكليسرول. بعدين بيجي البولر هيد شو بيعمل؟ بفك السي ام بي وبيخلي الفوسفات جروب وبيرتبط معها، فبيطلع عندك سي ام بي برا سايتيدين مونوفوسفيت وبيطلع عندك ايش؟ جليسرول فوسفوليبيد. الخطوه الثانيه واضح شو بحكي؟ اللي هو يعني الفوسفوليبيد معي الشباب؟ تمام؟ يعني الفوسفات جروب اللي بدي اضيفه على الفوسفاتيك اسيد انا عشان انتج الفوسفوليبيد مش جاي من الاورجانيك فوسفيت، جاي من السي دي بي. عشان انا اضيفها عندك واحد من اثنين. الحل الاول انه استراتيجيه الاولى اني اجيب السي دي بي واربطه على الداي اسيد جليسرول بتكون انترميديت. تمام؟ بعدين بيجي البولر هيد شو ماله؟ بيهاجم هذا الكومبلكس بفك السي ام بي وبرتبط مع الفوسفات جروب وبتكون عندك الفوسفوليبيد. هاي الاستراتيجيه الاولى. الاستراتيجيه الثانيه ايش هي؟ لا السي دي بي بيروح بيرتبط مع البولر هيد. تمام؟ وبعدين بيروح بيرتبط مع مين؟ مع الداي اسيد جليسرول. ونفس العمليه. في اي سؤال؟ المعلومه اللي ضفتها انا شوي جديده هي انه هنا الفوسفات عن طريق السي دي بي في الفوسفات. نعم. مش كان صار له كينيز من الجليسرول كينيز اصلا والفوسفات جاهزه؟ طيب ليه اجت هسه الفوسفات من سي ام بي؟ لا ما بقول لك في استراتيجيات في التصنيع. بس مش اكثر ولا اقل. عندكم التفاصيل. فاهمين شو بحكي يا شباب؟ يعني لو كان في فوسفات بركب الهيد مباشره. مباشره الهيد بركب. فاهمين شو بحكي؟ حكينا بقول لك الكينيز ما احنا حولنا الجليسرول للجليسرول في فوسفات ركبنا عليه وخلصنا. صار عندك فوسفاتيك اسيد جاهز بيجي البولر بيرتبط مباشره. بس افرض انت عندك داي اسيد جليسرول. ما في عندك فوسفات جروب مربوطه. من وين بتتم التصنيع؟ بدي اجيب فوسفات جروب، من وين بدي اجيبها هون بهي الحاله؟ من السي دي بي. اما بركب سي دي بي بعمل انترميديت وبعدين بربط الكولين مثلا بطلع عندك فوسفات الكولين وبتنفك السي ام بي برا، او بربط الكولين مع السي دي بي وبعدين باخذهم اثنين بربطهم وين؟ بعطيهم لمين؟ للداي اسيد جليسرول وبنتج عندك السي ام بي برا وبنتج عندك مين كمان؟ الفوسفات الكولين. واضح يا شباب؟ ان شاء الله. لاحظ الباث ويز فور فوسفوليبيد باي سنتيسيس ار انتر ريليتد. شو يعني انتر ريليتد؟ ماني باث ويز بيجنز وذ ذا سي دي بي داي اسيد جليسرول انترميديت انكلودينج لاحظ السنتيسيس اوف وات الفوسفات جليسرول الكارديوليبين الفوسفات انيسيتول الى اخره. كل هاي الطرق او الفوسفات سيرين. شو اللي اختلف هنا يا شباب؟ اللي اختلف البولر هيد. واضح؟ حسب البولر هيد يعطيك الفوسفوليبيدز المختلفة، بس هذا المقصود يعني. ايش هاي؟ فوسفوليبيدز اند داي اسيد باي سنتيسيس، هذا بلخص لك كل الدنيا بدكم شيء ما تطلعوش عليها خلص هيك بس. ناخذ خمس دقائق ولا كمل؟ بس ضلنا ريجوليشن. بدنا كمان خمس دقائق يعني بس بنخلص. اكمل؟ يلا مالكم طلعوا فيا وقلنا قبل شوي بخوفش انا وجهي سمع منيح يعني الزلمه خش علي يعني خلينا نكمل بس ليمت باي سنتيسيس ريجيليشن تقريبا احنا شرحناه يعني لما حكينا عن بيتا اوكسيديشن قلنا انه متعكس بس نخص بالذكر الان السنتيسيس خليكم عم نطلع ليمت باي سنتيسيس لايك اذر ميتابوليك باثويز او الانابوليك باثويز اسيد subject to regulation to respond to a cellular and organization requirements. إذن اللي بيحكم العملية مثل أي عملية أخرى في الأنابوليك أو الكتاب هو حاجة الخلية. شو بدها الخلية؟ بدها تنتج، بدها طاقة، بدها مركبات إلى آخره. تمام؟ The places where the catabolic and anabolic pathways diverge. شو يعني diverge؟ خلينا سابقا provide ايش؟ opportunities to impose metabolic regulation to converse إلى آخره حتى نحافظ على يعني
مقتنيات او محتويات الخليه، ما بنقدر نشغل تو باثويز بعكس بعض، حكينا هذا ويست فيوتايل سايكل. بس الفتاسيت سنتيسيس التايتل ريليتد فيا اي سي سي. ايش هو الاي سي سي؟ قلنا هو الاسيتيل كو اي كاربوكسيليز، اللي هو بيحول مين يا شباب؟ اسيتيل كو اي الى فانيلين كو اي. تمام؟ اذا تحكمنا بهذا الانزيم احنا تحكمنا بايش؟ بالسنتيسيس، بالسنتيسيس وبالاكسيديشن التنتين. ليش؟ اللي شرحناه سابقا قلنا اذا اشتغل الاي سي سي اللي هو الديفوسفوريليتد فورم منه زي ما راح نشوف، ايش ماله؟ بحول الاسيد الكوي الى مالون الكوي. بما انه المالون الكوي ايش انتج؟ اذا على طول بروح بيثبط مين؟ سي بي تي 1 الكارنتين اسيد ترانسفيريز 1، صح؟ فما فيش دخول للفاتي اسيد للميتوكوندريا، ما في بيتا اوكسيديشن. في المقابل راح ايش؟ يشجع مين؟ تصنيع الفاتي اسيد، واضح؟ اذا اسيد الكوي كاربوكسيليز كاتلايز الريت ليميتنج ستيب زي ما حكينا، بيصير عليه ريجوليشن الستيريك ريجوليشن، اما من الاند برودكت تبعه الستيريكلي بس ينتج البالميتيت او البالميتيك اسيد، صار عندنا كفايه، بيروح بيرتبط على الانزيم الستيريكلي في مكان اخر غير الاكتيف سايتس وبيعمل له تثبيط، فبتوقف عمليه التصنيع المالون الكو اي. او الاي سي سي از اكتيفيتد باي السيتريت. ليش السيتريت؟ اللي حضر المره الماضيه بيقدر يجاوب، اللي ما حضر المره الماضيه ما بيقدر يجاوب. اللي ما بس تاهل الحظ بده يجاوب ولا بده يجاوب. انا بجاوب. قلنا وين يصنع الاسيد الكو اي؟ الميتوكوندريا، حكينا قبل شوي المعلومه. للاسف ان الاسيد الكو اي ما له ممرات عبر الانر ميتوكوندريا الممبرين، ما بيقدر يطلع من الميتوكوندريا الى السيتوبلازم. فلازم ننقله. كيف بدنا ننقله؟ بننقله على شكل ستريت. ليش؟ لانه ستريت اول خطوه في التي سي اي سايكل شو هي؟ ارتباط الاسيت الكو اي مع الاوكزاليت. لما بصير في عندي كميه ما شاء الله معتبره خليها بتعود، ما بدها طاقه، فبدها توقف ايش؟ التي سي اي سايكل، مزبوط؟ فشو بتعمل؟ بصير تربط الاسيت الكو اي مع الاوكزاليت شكلها على شكل ستريت، والستريت جوز اوت بيطلع برا الميتوكوندريا على السيتوبلازم. في السيتوبلازم في هناك ايزوزايم، انزيم اسمه ستريت لاييز، مكتوب هذا في المحاضره الماضيه. الستريت لاييز بفك الستريت الى ايش؟ اسيت الكو اي واوكزالو اسيتيت. الاسيت الكو اي ضل بالسيتوبلازم خلص للانتاج، والاوكزالو اسيتيت بيرجع مره ثانيه لداخل الميتوكوندريا عشان يجي الجزء الثاني. لذلك فالستريت نفسه وجود كميه كبيره من الستريت بتشجع ايش؟ بناء الفاتي اسيدز، فبتشجع مين؟ صاحبنا هذا الانزيم اي سي سي انه يحول الاسيت الكويت الى مالبن. الهرمون الريجوليشن النقطه الثانيه انه عن طريق هرمون. ايش هم الهرمونات الرئيسيه بشكل رئيسي؟ الجلوكاجون ومين؟ والابنفرين. الجلوكاجون انت ابنفرين شو بيعمل يا شباب؟ ريديوسز السنسيتيفيتي اوف ستريت اكتيفيشن. بدهم يشتغلوا بالعكس هذول. ليش؟ وجود الجلوكاجون والابنفرين معنى ذلك بدها طاقه، بدها جلوكوز، صح ولا لا؟ بدها تشتغل بالعكس، فبدهم يقللوا ايش؟ الاكتيفيتي الاي سي سي لمين؟ للستريت. اثنين ليدز تو فوسفوريليشن اند ان اكتيفيت الاي سي سي، واضح؟ شرحناها كمان المره الماضيه عن طريق ايش؟ الفوسفاتيزز والكاينيزز، انه نعمل ايش يا شباب؟ فوسفوريليشن للاي سي سي، الاي سي سي اذا صار له فوسفوريليشن بتحول الى ان اكتيف، ما بيحول الاسيد الكو اي الى مالون الكو اي، بتوقف العمليه او العكس، تمام؟ لانه بكون ما بدي ابني ايش؟ بدي طاقه، فبوقف عمليه البناء. الريجوليشن اوف اسيد الكو اي كاربوكسيليز باي كوفالنت موديفيكيشن، اللي هي من خلال فوسفوريشن. فوسفوريشن ايش؟ ان اكتيفيت الانزيم. اذا هذا الاي سي سي له شكلين، شكل بيكون فيه اكتف وشكل بيكون فيه ان اكتف. الاكتف هو بيكون دي فوسفوريتد ما عليه فوسفيت جروب. تمام؟ الان اكتف اللي هو نايم اللي هو ايش ماله؟ معطينه حقنة يعني اللي هي الفوسفيت جروب، مركبين عليه الفوسفيت جروب، تمام؟ فالفوسفوريليشن انتر ان اكتيفيتس ذا انزيم تريجرز باي ذا هرمون ريجوليشن، اما زي ما حكينا عن طريق الجلوكاجون والابنفرين، عن طريق الجي بروتين والسايكليك ام بي شرحناها، او ريديوسز السنسيتيفيتي للستريت، بتخلي ارتباط الستريت الستريكلي مع الاي سي سي قليله، بتقللها وبالتالي بتثبط هاي العمليه وكوزز بوليمرايزيشن للاي سي سي انتو لونج تشيف. هلا
من ناحية ثانية هذا الإنزيم له شكلين كشكل. شكل بيكون فيليمنتس خيطي وشكل بيكون جلوبيلر. تمام؟ فوجود الإنزيمز بتحوله بتعمله بوليمرايزيشن بتخليه بشكل الفيليمنتس. الفيليمنتس الخيطي هذا الشكل بيكون إناكتيف. وضحت؟ إذا الإنزيم له شكلين إما فوسفوليتد إما فوسفوليتد وإله من ناحية الشكل كشكل إيش؟ فيليمنتس أو جلوبيلر. الأكتيف بيكون جلوبيلر والفيليمنتس بتكون إيش؟ انكتب. تمام يا شباب؟ وقد تكون الثلاثة مرتبطة مع بعضها البعض. Additional regulation of fatty acid synthesis pathways. Pathways are also regulated at the level of gene expression. بما انك بتحكي على مستوى الجين فانت بتحكي على ايش مستوى؟ يا بننتجين انزيمز يا ما بننتجها. صح ولا لا؟ اذا ما انتجنا الانزيم تضبطنا العملية واذا انتجنا الانزيم بنمشي العملية. Example fatty acid binds BBARS هذا احد انواع ايش الريسبتورز بروتين اللي بدها عشان تصير عمليه ايش ترانسكريبشن ترانسليشن فيما بعد. الفاتي اسيد سينثيسيس اند بيت اوكسيديشن دو نوت اوكر سايمالتينيوسلي. ما حكينا التنتين ما بصير ابني وهدم ابني وهدم ما بصير يا هاي يا هاي محكومين. تمام؟ دورينج فاتي اسيد سينثيسيس المريم ايش راح يعمل؟ تثبيت للسي بي تي بالتالي ما بتدخل الفاتي اسيد على وين؟ على الميتوكوندريا ما في بيتا اوكسيديشن. تمام؟ والعكس صحيح. واضح يا شباب؟ الفاتي اسيد سينثيسيس اند بريك داون ار ريسيبروكالي ريجوليتد اللي حكيته قبل شوي وملخص امامك. نعيده مره ثانيه عشان المره العاشره صارت مش ثانيه. تمام مع بعض؟ يلا شوفوا. اذا كان في عندك دايتري كربوهيدرات انت اكلت وجبه ما شاء الله افطرت الصبح اذا عندك دايتري كربوهيدرات شو بده يعمل الكربوهيدرات؟ بده يعمل شغلتين. الشغله الاولى بده يرفع مستوى الجلوكوز في الدم وهذا الجلوكوز عن طريق الجلايكوليسيز تمام وبعدين البايروفيت دي هيدروجينيز بتحول الى اسيد الكوين مظبوط ولا لا؟ الزائد منه اسيد الكوين جزء منه بده يدخل الدي سي اي سايكل عشان ينتج طاقه. طب والزائد شو بيصير فيه؟ فاتي اسيد بنخزنه. خلينا نوقف هون او نتيجه خليك مع الله يرضى عليك. ارتفاع مستوى السكر في الدم راح ينتج مين يا شباب؟ الانسولين. الانسولين هذا شو بده يعمل يا شباب؟ الاحظ جهتين صار من جهتين، من جهه صار في زياده انسولين ومن جهه ثانيه صار في عندك اسيتيل كو زياده. طب شو بدنا نعمل في الاسيتيل كو؟ بيجي الانسولين افندي بالباثوي تبعته بفعل انزيم ايش اسمه؟ فوسفاتيزيس. الفوسفاتيزيس هذا ايش بيعمل يا شباب؟ بيشيل الفوسفات جروب فبيحول الـ ACC من inactive إلى active. لما هذا بصير active شو بيعمل؟ بيحول الـ acetyl CoA إلى مين؟ malonyl CoA. بما إنه صار في عندي malonyl CoA صار في activation للـ fatty acid synthesis. صح ولا لا؟ فبنبدأ synthesis. وفي نفس الوقت إيش بيعمل؟ رحنا حكينا بروح على الـ CBT الكارنتين acid transferase 1 وبيضبطه فبيمنع دخول الـ fatty acid لداخل الميتوكوندريا بيوقف الـ beta oxidation. تمام؟ واضح؟ واضح الكلام؟ طب الحالة الثانية إذا صار عندك انخفاض في مستوى الجلوكوز في الدم، مين اللي يفرز يا شباب؟ الجلوكاجون. الجلوكاجون والإبنفرين من جهة ثانية، أيضاً بيشتغلوا بنفس الميكانيكية. شو بده يعمل هذا؟ بده يشتغل على جي بروتين، بفعل مين السايكليك أم بي البروتين كاينيز، فشو بيعملوا؟ البروتين كاينيز إيش بيعمل؟ فوسفوريليشن ولا دي فوسفوريليشن؟ فوسفوريليشن لمين؟ للإي سي سي بيحوله من أكتف إلى إن أكتف. بالتالي ما راح يتكون الملن الكوين فالاسيد الكوين شو بده يصير فيه؟ كله بروح لاستخدام لانتاج الطاقه فما بيضبط السي بي تي 1 ايش ماله؟ بيدخل الفات اسيد الى داخل الميتوكوندريا عن طريق الكارنتين وهناك بتصير الفات اسيد اوكسيديشن بينتج عندك مين يا شباب؟ اللي في ان دي اتش والان دي اتش اللي بروح على الكترون ترانسبورت تشين وبتنتج عندك بالفوسفيت بالفوسفوريشن اوكسيديشن عمليه ايش؟ انتاج الدي تي. واضح؟ في اي سؤال؟ فالعمليتين يعني ما متعاكستين. الهرمون الريجوليشن انا شرحت يعني ضمن الشرح نفسه الانسولين شو بيسوي والجلوكوجون شو بيسوي. تمام؟ في الدايتري كربوهيدرات بيزيد الجلوكوز بيزيد افراز الانسولين، الانسولين ايش؟ بيشجع ايش يا شباب؟ تحول الاسيد الكوي الى ايش؟ ملن الكوي عشان ننتج ايش؟ فات اسيد عند زياده. في المقابل الجلوكوجون لما بصير بنخفض ايش بصير؟ العمليه العكسيه تماما. الداتا البروتين كمان الامينو اسيد اللي انتم عارفين لما بيصير ميتابوليزم ايش مالها؟ بيزيد حد ايضا كمان ممكن تحولها لمين؟ لاسيد الكوي اللي هم الكيتو جينيك امينو اسيد. تمام؟ فممكن تحول لاسيد الكوي
والاسيد الكوي عنده لما بصير في داخل الخليه ايش حكينا بصير له واحد من ثلاث رئيسيات ايش اولا بيتا اوكسيديشن اذا عفوا بده يصير له تي سي اي سايكل لانتاج الطاقه اذا بدنا اياه الشغله الثانيه ايش بدنا اياه للسينثيسيس السينثيسيس ده ايش كيتون بادز حكيناها كوقود ثاني وشو الغايه من الكيتون بادز حكينا انتاج وقود وتحرير مين الكوينزايم اي يلا الشباب والشغله الثانيه انتاج الفات اسيد اللي شرحناها امبارح واليوم والمره الماضيه وممكن كمان فيما بعد رح ناخذ يستخدم انتاج الكوليسترول كمان لان الكوليسترول كمان يبدا من اسيد الكوي زي ما راح نشوف في حد عنده اي سؤال اي استفسار طيب الفوسفورينول كاربوكسيكاينيز كنترولز فلكس ثرو ذا تراي اسيد جليسرول سايكل هذا الانزيم يا شباب ايش ماله هذا الانزيم الثاني في الجلوكونيوجينيسيس شو دخله هون شو حكينا قبل شوي في عندنا باث واي شورت ايش اسمها الجلوكونيوجينيسيس صح ولا لا لا صح ولا لا وهي نفس الشيء ما احنا حكينا نحول البايروفيت لمين بايروفيت جليسرول بدنا نحول الداي هاي الى دايهيدروكسي اسيتون الدايهيدروكسي اسيتون نحول لمين جليسرول الفوسفيت صح فبدك انت ترجع من البايروفيت عشان ترجع من البايروفيت بدك تو انزيمز ايش هم كاربوكسيكاينيز كاربوكسيكاينيز والفوسفوينول بايروفيت كاربوكسيكاينيز واحد عشان يحول البايروفيت الى اوكسالو اسيتيت والثاني عشان يحول الاوكسالو اسيتيت لمين الفوسفوينول بايروفيت صح ولا ده مش مشكله البي اي بي كاربوكسيكاينيز ليميتس ذا ريت اوف الجلوكونيجينيز اند جلايكوجينيز بحد اوكي الجلوكوكورتيكويدز هرمونز هذه الهرمونات زي الكورتيزون اللي هم يعني الهرمونات الجنسية خلينا نحكي ريجوليت ليفل اوف فوسفينول كاربوكسيكاينيز ريسبروكالي ان ذا ليفر اند ذا ادبوس تيشو بس معلومة عشان تعرفوا ريجوليشن اوف جليسرونيوجينيسيس اللي حكيتها اما عن طريق الجلوكوكورتيكويدز ذات انكريز الاكسبريشن على مستوى الجين دائما لما بتحكي عن ستيرويد هرمونز بتكون بتشتغل على مستوى الجين ستيشن وهي الهرمونز ايش مالها؟ ليبيد سولابل مر عبر البلازما ميمبرين يعني الريسبتورز تبعها موجوده على النيوكلياس جوا مش موجوده على السيتوبلازم او برا في على البلازما ميمبرين فبتدخل وتروح تاثيرها مباشره على شكل ايش؟ جين اكسبريشن انكودنج البي اي بي كاربوكسيكاينيز اند ليفر اند تو انكريز جلوكوسيكاينيز اند جليسرول الى يعني المقصود هنا ان الجلوكوكورتيكويدز هي الهرمون ايش مالها؟ الى خلايا الليفر بتدخل على مستوى الجين وبتشجع انتاج مين الفوسفوينول بايروفيت تمام كاينيز فوسفوينول بايروفيت كاربوكسي كاينيز تمام يا شباب هاي الفيجر هاي مره ثانيه بتحبوا اعيدها شرحناها بس وهذا يعني نوع من انواع الادويه بس اللي هو بيعالج مين يا شباب تايب 2 دايابيتس باي انكريزنج وات الجليسرول نيوجينيز هاي بيكلم انت بس تعرف هذا الكلام عنها مش اكثر ولا هي كلاس اوف الدراجز ذات ريديوس ذا ليفل اوف وات فادي اسيد سيركوليتنج ان ذا بلاد اند انكريزنج ايش السنسيتيفيتي والانسولين وبالتالي ذا بروموتس ذا انكريز اكسبريشن اوف وات فوسفوينول بايروفيت كاربوكسيكاينوز ان ذا ادبوس تيشو لما بتزيد هاي العمليه بتقلل ايش السيركوليشن للفاتي اسيدز في الدم بالتالي بتقلل نسبه الدهون في الدم ارجع للميكانيزم نشرح هذا بتقول هاي الادبوس تيشو هاي البلاد وهي الليفر شو اللي بصير عندي يا شباب خليك مع الله يرضى عليك الترائي اسيد جليسروز بتحلل اذا في اللايبوليسز بتعطيك فاتي اسيدز تمام وجليسرول الفاتي اسيد بتطلع الدم تمر على كافه انواع الخلايا اذا راحت على الليفر بتدخل للليفر يعاد تصنيعها على شكل مين الترائي اسيد جليسروز او جزء منها يستخدم لانتاج الطاقه في نفس الليفر لانه الليفر بيعمل شيفتنج بيوقف استهلاك الجلوكوز وبيبدا اعتماده على مين على الفاتي اسيد من ناحيه ثانيه خليك مع الله يرضى عليكم البايروفيت عن طريق الفوسفينول بايروفيت كاربوكسيكاينيز ايش ماله هذا؟ تمام؟ بيدخل لوين؟ لعملية تصنيع مين؟ الترائس الجليسرول اللي هي ايش؟ بنحول لدايهيدروكسي اسيتون، دايهيدروكسي اسيتون لجليسرول تريبوسفيت اللي شرحناه قبل شوي الميكانيزم وبعدين بيدخل في تصنيع الفات اسيد، تمام يا شباب؟ الجلوكوكورتيكويدز اللي من تحت هم ايش بيعملوا؟ بيجوا على الدي ان اي وايش بيسووا؟ بيثبطوا عملية انتاج الفوسفينول اوكي؟ كاربوكسيكاينيز فوسفينول بايروفيت كاربوكسيكاينيز بالتالي بوقف هاي العمليه تمام في المقابل اذا اجوا على الليفر بيشجعوا مين يا شباب انتاج الفوسفينول بايروفيت كاربوكسيكاينيز وحول البايروفيت لجليسرول 3 فوسفيت وبنتج عندك الترايسيل جليسرول تمشي مع الدم
زي ما حكينا بتهاجم هاللايبوبروتين لايبيز. اللايبوبروتين لايبيز بتكسر رأس الجليسرول، بتدخل الفاتي أسيدز للخلايا للجليسرول، والخلايا بتستخدمها في إنتاج الطاقة أو إذا كانت عندها بوست شو في تخزينها. الحالة الثانية الثايا إيش هذه؟ ليش هذا شو هذا؟ ثيازو ليدينويدز. أوكي هاي الأدوية أشمالها بتشتغل بعكس مين الجلوكوكورتيكويدز. واضح يا شباب؟ تمام؟ بتشجع إنتاج الفوسفينول بايروفيت كاربوكسيكانيز. ليش؟ بدها تحد يا شباب هاي الأدوية. أوكي؟ وظيفتها تقلل تركيز الفاتي أسيدز في الدم. فكيف تقلل تركيز الفاتي أسيدز في الدم؟ تمام؟ تمنع انها تطلع لبرا وتضل في داخل الخلية وتخزنها بشكل تراي اسيد جليسرولز. واضح؟ الدهنيات هي من ادوية الدهنية بس ما بتشتغل على الكوليسترول، ما بتشتغل على الفاتي اسيدز. تمام يا طيبين؟ في اي سؤال؟ في احد عنده اي سؤال؟ نعم. عشان هيك مرضى السكري بنصحوا؟ وفي البداية بعدين مرضى السكري كلهم بضعفوا بعدين. لما يصير الان كنترول كلهم مضاعف في الاخر بيكون واحد وزنه 200 تعالي عليه بعد كم سنه بتلاقي وزنه 70 لانه العمليه العكسيه راح تتم. ليش؟ لو كون الخلايا جعانه ومش عندي سكر بتصفي بدك مصادر اخرى للطاقه. شو المصدر الاساسي اللي بنستخدمه؟ اللي هي الدهنيات. فالدهنيات شوي 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 بتبدا تقل. تمام؟ بس كل ما كان كنترول للسكري لا بكون الجسم لسه بتاثرش بسرعه، ولكن في مراحل متقدمه ممكن الأدوية ما تعود تجاوب الإنسولين إلى آخره يعني. فبتلاحظ إنه يعني أنا بعرف ناس كثير يعني مرضى كان ما شاء الله بعدين الله يعين. فهو مش بنصحه يعني بنصحه ما أعرف شو الله ممكن في البداية بعدين بس لا في الآخر ما راح ينصحه الله يعين. شكرا. يعني عنده أي سؤال؟ تمام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.